بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا يسر لنا الأمور وابعد عنا الشرور يا حنان يا رب الظلال والحرور. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. استناوا، نصوم كون فو اون اتونت، استنى راه ما بعد ما تفعلون هل اليوم ذا اللي انتم فيه واللحظه اللي انتم فيها لها ما بعدها ولا ما بعدها، راه حتى شيء ما وكما تظن ولا تتمنى في بالك. رضت انت معاش تخشى الفقر ومعاش تتلوى من الجوع وتتدمر من العطش والعراء، هذا راهو مش خاطر بوك غني واخوانك في اليسر وابنائك بين يديك تصنع به ما تشاء وتؤمرهم بحب الدنيا وترك الآخرة ولهم جر وأزواج عاهرات ممثلات مائلات مميلات وتجارة أغلبها مآل إلى كساد وأموال اختلطتها بالحرام. يا أهل الحرام، نسأل الله أن لا نكون مثلكم في أي شأن كان.